عليكم متتبعي قناة فيزا فواياج ماروك، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة ديالكم. طرد قولي هذاك الجيم باش يطلع الفيديو مزيان. اليوم غنهضروا على نجاوبوا على واحد السؤال اللي هو مهم، اللي 80% ديال الناس كيبقاو يطرحوه. كنهضر على واحد الناس اللي عندهم مثلا سجل تجاري بيرسون فيزيك و تيبغيو يدفعوا الفيزا وما تلقاوش مشكل هذا السؤال. خليكم معنا بعدا نذكركم بالوثائق اللي كيحتاجوا اي فيزا. مثلا بغيتي تدفع عندك سجل تجاري، اعطيكم الوثائق غادي نفكركم بهم. اي دوله بغيتي تدفع سواء فرنسا ولا انجليز امريكان كندا، راه نفس الورق كيطلبوا. تيبقى المشكل غير في الخلاص، الخلاص كيتبدل وداك الفورميلير حتى هو كيتبدل. دونك الاخوان، السؤال اللي تيطرح بزاف، شنو هي المده اللي خصني نجلس باش ندفع الارسي سجل تجاري؟ شحال المده ديالو خصها تكون باش نقدر ندفع بالفيزا؟ قبل ما نجاوبوا على هذا السؤال الاخوان، غادي نقول لكم الوثائق اللي كيطلبوا. كما قلت لكم قبل، كاين باسبور الاخوان، لا كارت ناسيونال، جوج ديال التصاور. باسبور كتصور الصفحه الاولى، كانوا عند فيه فيزات كتصور فيزات. لا كارت ناسيونال ريكتو فيرسو، تصاور يكون فون بلون، يعني اللور ديال التصويره يكون لا كارت ناسيونال. الدراري والباسبور تكون تصويره كبيرة ماشي نص التصويره، حيت كان الصغير غادي يمشي حتى لآلاف ولا بآلاف، غيصوروها لك بثلاثة دراهم ولا خمسة دراهم. هادشي حنا قلنا غير باش متخلصش بزاف ديال الفلوس. غندوزو دابا الوراق ديال الخدمة. قبل ما ندوزو الوراق ديال الخدمة، إلا كنتي مزوج، عقد الزواج يكون مترجم زائد الحالة المدنية إلا كانت عندك، وعقود السياد إلا كانو عندك تاهوما جيبهم حطهم، متخسرش شي حاجة. عقد الزواج يكون مترجم، الحالة المدنية غير فوتوكوبي، عقود السياد واخا يكونو صفر حمر ماشي مشكل. بول ريزرفاسيون ديال لوطيل ما نهضروش عليها، تكون كونفيرمي ريزرفاسيون دو بيي اولا ايفيرتوم، ولا كانت عندك شهاده الضيافه من شي بلاد ريزرفاسيون دو بيي كما قلت لكم. اولا دابا الباطو راه كاين ريزرفاسيون ديال الباطو، جيب هذاك التيكي باش ريزيرفيتي. الا كنتي غتمشي بالطوموبيل راه كتخلص هذيك لا كارت فيرد ب 500 درهم، هادشي باين. لاسيرونس ديال الفواياج اللي هي تامين السفر. دابا غندوزو للوريقات ديال الخدمه اللي انت غتحتاج. السجل التجاري القديم اللي عندك، وغتخرج واحد اخر جديد كيخرج غير ب 20 درهم من الانترنت. لا طاكس بروفيسيونيل اللي هي لا باتونت، الضريبه المهنيه، ديك الريغولاريتي فيسكال اللي ما كتساكن الدوله حتى شي حاجه، لي ريسو ديال لي زامبو اللي كتخلص، يعني هذوك التواصل ديال الضرائب الا كانوا عندك ديال عام عامين 3 سنين 4 سنين جيبهم، الا ما كانوش عندك مثلا غير ديال اخر مره جيبهم وحطهم في التواصل. هنا غنزيد واحد القضيه، كانت عندك دارك في سميتك اولا شي ارض في سميتك، دير لها الترجمه وحطها في التوصيل. كان عندك المحل اللي درتي عليه السجل التجاري بسميتك، غدير ليه الترجمه وغتحطو في التوصيل. كان عندك هذاك المحل غير بعقد كراء، ماشي مشكل. اذا كان عندك الفلوس ترجمو وحطو، ما كانوش عندك الفلوس راه ما تيهمش، ماشي ضروري تجيب هذاك عقد الكراء باش اللي ديال المحل اللي درتي عليه السجل التجاري. حتى هنا كلشي واضح الاخوان. دابا غادي ندوزو كاين واحد طلب تأشيرة كيتعمر اللي هو فورميلير ديال أي بلاد في العالم كتبغي تدفع الفيزا، كيطلبو لك هداك الفورميلير، كيتبدل من بلاد لبلاد يعني، ولكن المعلومات راه تيبقاو تقريبا 90% هما النيت، كيتعمر بجواز السفر ديالك وبالمعلومات ديال فين غادي تمشي تكلس. فلوس الفيزا الإخوان 830 درهم بالنسبة للفيزا شينغن. بالنسبة لكندا وامريكان والانجليز راه كيتبدل داكشي، الثمن راه ماشي هو ماشي بحال بحال، ولكن الوثائق راه كاملين بحال بحال. اللي كاين اللي بدل هو الفورميلير وفلوس الفيزا، هادشي اللي كيتبدل بزاف. رونديفو الاخوان، رجعوا الفيديوهات القدام، رونديفو راه في تآلات بالنسبة لفرنسا، بآلات بالنسبة لسبليون، ديفيس جلوبال بالنسبة لبورتوغال، هولندا إلى آخره، دوك الدول في سكونديناف. هادشي اللي كاين بالنسبه للوثائق الاخوان، ما كاينش شي حاجه اخرى اللي تقدر تسد. باسبور، لا كارت ناسيونال، جوج ديال التصاور، سجل تجاري، لا باتون، سجل تجاري، لا باتون، وديك لا ريغولاريتي فيسكال، الوراق ديال الضرائب اللي كتخلص، لي روسو ديال الضرائب. حاجه مهمه نسيناها هي لي غولفي بونكار الاخوان، 3 شهور بغيتي دير 6 شهور ماشي مشكل. لاسيرونس ريزرفاسيون ديال لوطيل وديال البيي، ليبرجمون بلاصه ريزرفاسيون ديال لوطيل الا كانت عندك، رونديفو، فورميلير، صور، باسبور، لاكارت.
انا عاودتهم لكم باش تبقاو عاقلين عليهم باش يدخلوا لكم الدماغ باش يبقاو لاصقين. دابا غندوزو الاخوان الفقره الثانيه ديال هذا الفيديو هذا اللي هو المشكل ديال الارسي. شحال المده خصني باش ندفع الفيزا؟ المده الاخوان وشنو علاقه هذيك المده مثلا بالكونت ترويج ديال الكونت الى اخره؟ اخوان ما كاينش شي قانون تيقول خص مثلا السجل التجاري تبقى فيه يكون فيه مثلا عام ولا عامين ولا 3 سنين. هادشي كله غير خرافات، ماشي خرافات، ولكن نقدر نقول لكم غير شهادات ديال الناس تيقول لك الارث. كاينين الناس الاخوان انا كنعرفهم دفعوا السجل التجاري فيه 5 شهور خداو الفيزا، كاين عام خدا الفيزا، كاين عامين خداو الفيزا، كاين 3 سنين خدا الفيزا. هادشي كنقول لكم اول مره. كاين 4 سنين خدا الفيزا، كاين 6 سنين ما خداش الفيزا، كاين 8 سنين ما خداش الفيزا. هنا فين تيبقى المشكل؟ ماشي في هذاك السجل التجاري او لا كتبيع عسري، تيبقى المشكل في الطوسي ديالك. مثلا واش انت مزوج ولا ما مزوجش، واش نتايا، هما كياخذوا بعين الاعتبار هاد اللقطات هاد الكونت ديالك، كيشوفوه فيه فلوس ولا ما فيهش، واش محرك مزيان بشكل عقلاني. ماشي داكشي، ماشي نتايا مثلا كتبيع وتشري في واحد شي كوميرسون شي مواد مثلا رخيصة وكتبقى تشيفري مثلا كتلوح دخلتي 6000 درهم 4000 درهم 3000، راه ما يمكنش. فهمتو؟ وكاين اللي تيقول لك اخويا راه انا راه عندي الرواج في الشهر، راني روجت مثلا واحد 5 مليون وفي الاخر الصولد فينال ديال الكونت فيه مثلا 2 مليون. راه ناقصة اخويا، انت كتروج 5 مليون وفي الاخر عندك الصولد فيه غادفع 2 مليون في الكونت، راه لا يعقل. يعني الاخوان راه ماشي مشكل في هذاك السجل التجاري والتاريخ ديالك، المشكل تيكون في الغولفي بونكي، واش فيه فلوس ولا لا، ولا الطوسي ديالك واش انت زدتي عليه شي حاجه ولا لا. الا كانت شي شهاده الملكيه ديال الدار مثلا الاخوان، دير لها الترجمه حتى في الطوسي، عندك 2 ديور ترجموهم، عندك هذاك المحل بسميتك حتى هو دير ليه الترجمه وحطو. الا كان عندك عقد كيرا بغيتي تحطو ما بغيتيش ماشي مشكل، حيت هذاك عقد كيرا تضيع فيه الفلوس في الترجمه وصافي. يعني والفلوس في الكونت مثلا تبع هو اللي باغي يدفع السجل التجاري مثلا في شهر 7، حاول ما امكن شهر 3 شهر 4 مثلا وشهر 5 وشهر 6 يكون الرواج داكشي بشكل مناسب عقلاني، ماشي كتدخل لي شي في الكبار والصولد فينال مثلا تكون انت حطيتي فلوس في الكونت، تلفتيهم من باك ولا من امك ولا من اخوك ولا من اختك، وحطيتي فلوس في الكونت مثلا في شهر 3، باش انت ملي غتجيب لي غولفي ديال شهر 4 و 5 و 6 وداك الصولد الاخراني تلقى فيه مثلا واحد 80 90000 درهم، راه ماشي 2 مليون ولا مليون ونص ولا 3 ولا 4، الكونت فيه شي بركة وكتدفع الطوسي. ديك الساعة كيبقى داكشي ديالهم، بغاو يعطوك الفيزا راه غيعطوها لك، ما بغاوش يعطوك راه ماشي من داك الار سي او لا داك السجل التجاري فيه شهرين 3 شهور 6 شهور ولا، فهمتي شنو بغيت نقول لكم الاخوان؟ هنا حاولوا ما يمكن يكونوا لي موان فلوس يكونوا ويبان داكشي في الكونت، يكون داكشي ريغلو، ماشي انت كريم واحد 1000 درهم وكتروج الكونت غير هكاك وباغي تاخذ الفيزا. هادشي اللي كاين الاخوان بالنسبه للسجل التجاري، ما كاينش شي قانون تيقول لك خاصك تسعى مع 3 شهور. واش نتايا تمشي تكري؟ كاين اللي باغي يدفع الفيزا عنده محل، عنده محل ديالهم ما خدامش فيه، عنده محل مثلا باغي يدفع الفيزا ما عندوش شي حاجه اخرى من هنا، واش يحل ار سي عامين عاد يدفع الفيزا؟ راه يحل ار سي ويشوف الكونت ديالو يكون داكشي مروج بشكل كما قلت لكم بشكل عادي، بحال خدام، فهمتيني، بحال خدام عادي، الكونت فيه تيخرجوا منه الفلوس، كتخلص به لي فاكتور، تيدخلوا الفلوس عادي، ولكن الكونت يكونوا فيه الفلوس. انا تنعرف بنادم بسجل تجاري اخوان 5 سنين 6 سنين 4 سنين ودفعوا خداو الفيزا ديال الانجليز وعندهم فيزا ديال فرنسا قبل، فهمتو؟ ما كاينش شي قانون تيقول لك هادشي هاد الدراري. والله يسهل على كل واحد، انا اي واحد كيجي عندي بسجل تجاري كيسولني تنقول له غير توكل على الله اخويا دفع، المهم خص يكون عندك فلوس في الكونت، فلوس في الكونت باش ما يرفضوش لك يقول لك